بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 11. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله سبحانه: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وذكر اسم الله على إرسال الكلب أو الطير أن يقول بسم الله عند إطلاقه، واذكروا اسم الله عليه. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. كثيرا ما يأمر الله بتقواه، لأنها هي الكلمة الجامعة لكل خير، الناهية عن كل شر. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقيه من عذابه، وذلك بأن يفعل ما أمره الله به رجاء ثوابه، ويترك ما نهاه الله عنه خوفا من عقابه. هذه هي التقوى، ونص عليها هنا في مجال الأطعمة أن المسلم يقتصر على ما أحل الله له، فإن هذا من التقوى. فإن أكل مما حرم الله عليه فهذا نقص في التقوى، أو أنه ليس فيه تقوى أصلا. واتقوا الله إن الله سريع الحساب، هذا تعليل للأمر بتقواه، أي اتقوه لأنه سريع الحساب، أي حسابه قريب، لأن كل آت فهو قريب. والحساب، البعث والحساب قريب حصوله، كما قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فلا يستبطئ المسلم الحساب ويظن أنه بعيد، بل إنه قريب، فليعد له عدته. إن الله سريع الحساب. ثم قال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم، أي وقت نزول هذه الآية، أحل لكم الطيبات، مع قوله فيما سبق: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وسبق بيان هذا. ولكنه سبحانه وتعالى كرر هذه الجملة من باب التأكيد: أحل لكم اليوم أحل لكم الطيبات، فدل على أن كل طيب فإنه حلال، وكل خبيث فإنه حرام. ثم قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المراد بطعامهم هنا ذبائحهم، لأن الطعام من غير الذبائح كالفواكه والحبوب والثمار مباحة من كل أحد، وإنما القصد هنا ذبائح، لأنها هي التي لا تحل إلا بذكاة، والذكاة لها شروط، ومن شروطها أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا. فأباح الله سبحانه وتعالى لنا ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى. سموا أهل كتاب لأن الله أنزل على أنبيائهم التوراة والإنجيل، بخلاف الذين لا كتاب لهم من الكفار كالوثنيين والملاحدة.
فإن ذبائحهم لا تحل بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة كما سبق، لأن ذبائحهم نجسة نجاسة معنوية لأنها ميتة، وذكاتهم لها ليس لها حكم لأنهم نجس، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. فلا تحل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب، وإنما أباح ذبائح أهل الكتاب خاصة من الكفار، لأن أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل والكتب في الجملة، وإن كان عندهم بعض المخالفات لكن هم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل في الجملة، بخلاف الوثنيين فليس لهم عندهم شيء من الإيمان. ولأن أهل الكتاب لا يستحلون الميتات، لا يستحلون إلا المذكى، بخلاف الوثنيين فإنهم يأكلون الميتات ويجادلون فيها. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ثم قال جل وعلا: وطعامكم حل لهم. طعام المسلمين حل لأهل الكتاب، وهذا من باب المكافأة، وهو يشير إلى أن المسلم يجوز أن يطعم الكافر، خصوصا إذا كان الكافر محتاجا فإنه يحسن إليه. وطعامكم حل لهم. ثم قال جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات، أي والمحصنات من المؤمنات حل لكم. والمراد بالمحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا، فالمسلم لا يحل له أن ينكح الأمة، الحر لا يحل له أن ينكح الأمة إلا بالشرط الذي ذكره الله في قوله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. وكذلك لا يجوز له أن يتزوج غير العفيفة وهي الزانية، كما قال تعالى: الزانية لا ينكحها، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.